بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا المحاضرة السابقة عن أجزاء البي ال سي ولغات البرمجة الخاصة بأجهزة البي ال سي، وكمان عرفنا بيئة العمل اللي حنبرمج من خلالها أجهزة البي ال سي الخاصة بشركة دلتا. في هذه المحاضرة بدنا نتعرف على أجزاء اللوحة اللي حيكون موجود فيها جهاز البي ال سي، وحنتعرف على أهم الكومبوننتس اللي حتربط الجهاز البي ال سي بالماشينز. نشوف هلقيت أجزاء لوحة البي ال سي. أول جزء هو بكون موجود غالبا في أي لوحة كهربائية هو المين سيركت بريكر. القاطع الرئيسي للوحة بكون جاي له الجهد من المصدر، وبكون هو أول ديفايس مركب عليه، فبيجي الجهد قبل ما يتوزع على أي جزء من اللوحة لازم يمر بالمين سيركت بريكر. بقوم بالحماية من ارتفاع التيار، بكون مثلا له ليميت معين مع حسب اللوحة كم بتستهلك، مثلا 16 أمبير بحط سيركت بريكر 16 امبير. اذا زاد الامبير اللي بنسحب في اللوحة عن 16 امبير هذا سيركت بريكر حيفصل. الجزء الثاني من لوحة البي ال سي هو السيرج اريستر، هو بقوم بحماية من ارتفاع الجهد. قلنا سيركت بريكر بقوم بالحماية من ارتفاع التيار، فبلزمنا ايضا عنصر يقوم بحماية من ارتفاع الجهد. هل قلت لو انا اللوحة عندي بتشتغل على 220 فولت، وغالب الاجزاء عندي لازمها 220 فولت، وانا مستقبل خط مثلا فازتين 380 فولت، فبلزمني الترانسفورمر. الترانسفورمر حينزل لي الاي سي فولتج من 380 مثلا ل 220، ويدخله بعديها على المين سيركت بريكر ويبدأ يوزعه على باقي اللوحة. الجزء الثاني هو الباور سبلاي. الباور سبلاي حينزل لي الاي سي فولتج من 4220 فولت اي سي ل 24 فولت دي سي اذا انا بشتغل على 24، وهي غالبا بشتغل على 24 في اللوحات، لانه انا لازمني دي سي فولتج للبي ال سي وبعض الريليز. في عندنا كمان عنصر مهم جدا وموجود دائما في اللوحات الكهربائية وهو التيرمينال بلوك. التيرمينال بلوك بقوم بربط تو تيرمينالز مع بعضهم، يعني انا مثلا في الباور سبلاي جاييني خط، طلعت خطين ل 24 من الباور سبلاي ووقفتهم على اللوحة هنا، هلقيت بدي ابدا اربطهم في باقي اللوحة، فبربطهم عن طريق تيرمينال بلوك. زي ما احنا شايفين هنا الباور سبلاي طلع لي 24 فولت دي سي، حطيتهم على تيرمينال بلوكس او بنحطهم على باسبار. الباسبار او التيرمينال بلوكس حيقوم توزيع ال 24 فولت حسب ما انا بدي في اللوحة، يعني اخذت هنا خط من ال 24 دي سي والجراوند على جهاز البي ال سي عشان اغذي. وفي عندنا كمان عنصر مهم في الدائرة اللي هو الجراوند، بنكون حاطين له باسبار. الباسبار بكون بالصورة بالشكل هذا موجود في اللوحة، أي قطعة بدها جراوند بنكون رابطينها في هذا الباسبار. نيجي هالجيت للجزء الرئيسي من اللوحة وهو جهاز البي ال سي. جهاز البي ال سي بيتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول هو الباور سبلاي، باخذ الباور سبلاي من اللوحة سواء أخذ 24 فولت من اللوحة جاهز، أو ممكن بعض الباور سبلاي ياخذ ال 220 فولت الـ AC من اللوحة وينزلها ل 24 فولت يعطيها للسي بي يو. تاني جزء هو السي بي يو، وهو الجزء الرئيسي في جهاز البي ال سي. وتالت جزء هو الانبوت اوتبوت. بعض اجهزه البي ال سي بيكون السي بي يو مدعوم ببعض الانبوت اوتبوت زي ال 12 اس اي المتوفر عندنا، وحتى لو السي بي يو موجود في انبوت اوتبوت وانا احتجت انبوت اوتبوت زياده فبتنضاف على شكل كارد زي ما احنا شايفين في البورد هنا. وكل جهاز بي ال سي بيدعم عدد معين من الانبوت اوتبوت اللي ممكن اضيفهم على اللوحه. هلقيت عندي الانبوت اوتبوت من جهاز البي ال سي، بدي اربطهم مع الباقي الاجهزه الموجوده في اللوحه او السنسورز، فبتطلع عندي على تيرمينال بلوكس، ومن التيرمينال بلوكس باخد على الديفايسز الثانيه، لكن لازم اطلعها على تيرمينال بلوك افضل، عشان انا لو بدي اجي اغير الديفايس المعين هذا او بدي اغير السنسور، لو كنت انا رابطه مباشرة مثلا على جهاز البي ال سي حاجة على جهاز البي ال سي افتحه وافكه منه واغيره، لا بربطه على تيرمينال بلوك ثابتة محفوظ الارقام تبعت الانبوت، مثلا بتبدأ من زيرو وبضلها ماشية وبضلني شغال عليها، لو بدي افك اي ديفايس مش حقرب من جهاز البي ال سي. هل قد صار عندي جهاز البي ال سي في اللوحة والانبوت اوتبوت تبعونه مربوطين على تيرمينال بلوكس، الاوتبوت بكونوا مربوطين في الريليز والكونتاكتورز، والانبوت بكونوا ماخدين من السنسورز والبوش بوتونز، وبرضه جهاز البي ال سي بدنا نربطه بسويتش نتورك عشان اقدر ابرمجه عن طريق الايثرنت،
او بدي اربطه بشاشة اتش ام اي او بدي اربطه بالشبكة نفسها، فبلزمني نتورك سويتش. النتورك سويتش حياخد كابل ايثرنت من البي ال سي وحيتصل بالشبكة، وحياخد كمان باور سبلاي من ال24 الموجود عندي في اللوحة، وحيربط جهاز البي ال سي بالشبكة، وممكن هذا يكون اكسس بوينت، وانت عن طريق الشبكة عن طريق الواي فاي تقدر تصل لجهاز البي ال سي. زي ما احنا شايفين هنا اللوحة بعد ما كملت عنا صار عنا جهاز البي ال سي موجود وطالع منه الانبوت والاوتبوت، وطبعا موجود قبله الحمايات من ارتفاع التيار وارتفاع الجهد، وبكون موجود عنا الباور سبلاي والترانسفورمر لو احتاجنا، والاوتبوت طالعين على ريليز وكونتاكتورز، والانبوت ماخدين من السنسورز. يكون في عندنا كمان قلنا نتورك سويتش رابطين فيه جهاز البي ال سي بالشبكة الخارجية، او رابطينه بشاشة اتش ام اي بتخاطبوا مع بعض بالايثرنت او التي سي بي اي بي بروتوكول. هيك بنكون عرفنا الاجزاء الرئيسية للوحة البي ال سي. نيجي هالجيت نشوف الاهم الكومبوننتس اللي حنتعامل معها وحتكون انترفيس لجهاز البي ال سي. اول هذه الكومبوننت هي المفاتيح الكهربائيه. المفاتيح انواع واشكال كتير وبتستخدم بكثره في اللوحات الكهربائيه. اشهر الانواع اللي حتمر معنا هي التوجل سويتش. التوجل سويتش مفتاح اون اوف، لكن بيظل محتفظ بالحاله اللي انا بسيبه عليها، يعني لو انا جيت رفعت المفتاح وخليته اون حيظله شغال اون، ولازم لما يصير اوف لازم انا اجي انزله واخليه اوف. وفي زيه السلكتور بلفه على اليمين بصير اون، بلفه على الشمال بصير اوف. مثلا النوع الثاني هو البوش بوتون. البوش بوتون مفتاح بيغير الحالة اللي هو موجود عليها لما انا اضلني ضاغط عليه او يكون ايدي موجودة عليه. لو انا رفعت ايدي من عليه حيرجع للحالة الاولانية اللي هو عليها. وفي عندي انواع منه. النوع الاول بكون نورمالي اوبن، يعني الكونتاكت تبعونه النقطتين تبعاته لو انا جيت فحص الكونتاكت بينهم حلاقيهم اوبن زي هيك بنرمز له، وما بيصير كلوز الا لما انا اضغط عليه. النوع الثاني هو في الاصل بكون كلوز، النقطتين تبعونه بكون كلوز، ولما انا باجي بضغط عليه بصير اوبن، لو شلت ايدي حيرجع كلوز. وفي عندنا نوع بكون فيه اكثر من حاله، يعني بكون فيه النورمال اوبن كونتاكت والنورمال كلوز كونتاكت، ولما اضغط عليه بيغير حاله كل واحده فيهم. وفي كمان مفتاح الليمت سويتش، وهو مشهور كتير وعليه كتير تطبيقات. الليمت سويتش مفتاح بيغير حالته لما يخبط في اشي معين او يمر عليه اشي معين، زي المصعد مثلا بيكون موجود على الجدار تبع المصعد، فلما يقترب المصعد من جواته بيلامسه فبيغير الحالة تبعته، يعني لو كان نورمال اوبن بصير نورمال كلوز، ولو كان نورمال كلوز بصير نورمال اوبن حسب الكونتاكت تبعته. وبنلاقيه كتير في المصاعد في المصانع على خطوط الانتاج، عليه كتير كتير تطبيقات. وفي كمان نوع من المفاتيح وهو البروكسيميتي سويتش، وهي سنسورات بتغير حالتها حسب التطبيق تبعها، يعني في عنا اندكتيف وكاباستيف واوبتيكال، هدول بيغيروا الحالة تبعتهم حسب مرور جسم معين من امامهم. طبعا بيكون لكل نوع من انواع المفاتيح رمز معين في لوحات الكنترول، زي البراشر بيكون بالشكل هذا، الليفل بالشكل هذا، السبيد بالشكل هذا، لكن في النهاية الاشي اللي بهمنا انه هذا نورمالي اوبن وهذا نورمالي اوبن وهذا نورمالي اوبن، يعني هو في الحالة الطبيعية بيكون اوبن وبيغير حالته حسب التطبيق تبعه. يعني مثلا هذا اذا كان بارتفاع درجة الحرارة بتغير من نورمالي اوبن لنورمالي كلوز، والليفل برضه اذا وصل لليفل معين بتغير من نورمالي اوبن لنورمالي كلوز. وفي البي ال سي بيكون موجود عندنا نقاط نورمالي اوبن ونقاط نورمالي كلوز، وهذه النقاط يا بتكون متواصلة مع الانبوت او بتكون نقاط داخلية من جوا جهاز البي ال سي، وحنشوف كيف هذا الكلام. نيجي للجزء الاهم من لوحات التحكم هو الريلي. الريلي هو عبارة عن الكتروميكانيكال ديفايس، يعني بيتكون من جزئين، جزء كهربائي وجزء ميكانيكي. الجزء الكهربائي عبارة عن ملف، والجزء الميكانيكي عبارة عن نقاط نورمال اوبن او نقاط نورمال كلوز، او ممكن الاثنين نفسهم يكونوا موجودين في الريلي. فلما يمر التيار في الجزء الكهربائي حيولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي هذا حيخلي الحالة تبعت النقاط تتغير، يعني لو كانت نورمال اوبن بتصير نورمال بتصير كلوز، ولو كانت نورمال كلوز بتصير اوبن، ولو راح التيار عن الملف حترجع النقاط لحالتها الطبيعية. لو كان عندي دائرة
فيها لود معين بتشتغل على 220 فولت وأنا بدي أتحكم فيها عن طريق 24 فولت. فبنستخدم في هذه الحالة ريلي بيعمل لي عزل بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية، وبقدر عن طريقه أتحكم فيها. بكون في عنا ريلي زي ما قلنا له جزئين، جزء كهربائي وجزء ميكانيكي. الجزء الكهربائي هو ملف، هذا الملف لما يصل له تيار بيغير حالة الجزء الميكانيكي عن طريق المجال المغناطيسي. فالملف هنا موصول عندنا بالسنسور، والسنسور الحالة تبعته نورمالي اوبن، وهو بينه وبين المصدر ال 24. والنورمالي اوبن تبعت الريلي موصولة داخل الدائرة، ففي الحالة الطبيعية اللود مش واصل له اي تيار، لكن لو تغيرت حالة هذه النورمالي اوبن حيصل للود تيار وحيشتغل اللود. فلو السنسور غير حالته ومن نورمالي اوبن صار كلوز، وال 24 فولت حتصير على الكويل، الكويل هذا يولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي هذا حيخلي النورمالي اوبن هذه تصير كلوز، حيخلي اللود يشتغل على 220. هذه الرسمه بالشكل هذا بنستخدمها في الدوائر الالكترونيه والدوائر الكهربائيه العاديه، لكن في مجال لوحات التحكم بنستخدم رسمة تانية اللادر دياجرام. اللادر بتكون زي ما احنا شايفين في الصورة هين، حاطين المصدر فوق 24 مثلا، وهنا مصدر 220، والجراوند تحت، وبنكون حاطين الديفايسز بينهم. يعني بين ال 24 للجراوند ايش كان موجود عندي؟ كان موجود عندي السنسور والملف تبع الريلي، وكمان بين ال 220 والجراوند كان موجود عندي الكونتاكت تبعت الريلي واللود اللي انا بدي اتحكم فيه. فلما السنسور يشتغل حيشغل الريلي، والريلي حيغير حالته وحيخلي النورمالي اوبن هذه تصير كلوز ويخلي اللود يشتغل. وفي عنا عنصر مهم كتير في دوائر التحكم وهو الكونتاكتور. الكونتاكتور هو نفس فكرة الريلي، لكن غالبا بيتعامل مع الجهود العالية والتيارات العالية. الكونتاكتور له أطراف للملف، ملف ممكن يشتغل على ال 24 فولت دي سي أو ممكن 220 فولت اي سي، وبكون له أطراف كونتاكت للإنبوت تبعاته وأطراف للأوتبوت. بكون مثلا خط 3 فاز هنا موصول وطالع الخط من تحت، وبكونوا اوبن هدول، ما في اتصال بين النقطة هذه اللي فوق والنقطة اللي تحت. فلما يشتغل الكويل بيصير اتصال وبيغير حالته لكلوز. كمان بكون في له نقاط نورمالي اوبن نورمالي كلوز، لكن هذه النقاط بس للتيارات الصغيرة بتكون مصممة، ما بتكون مصممة للتيارات العالية. يعني التيارات العالية بتمر في نقاط معينة في هذا الريلي، بتكون مثلا هذه النقاط اللي موجودة اللي ورا هنا، والنقاط اللي قدام هذه بس انديكيشن لما اخدها على دوائر التحكم. ففي دوائر التحكم ما بدي تيار عالي، فبكون في عندي نقاط نورمالي اوبن مثلا زي ما احنا شايفين هنا، هي هذه النقطة وهذه النقطة نورمالي اوبن، وهذه نورمالي كلوز ونورمالي كلوز، وهي هنا الـ A1 و A2 هذه أطراف الملف. فنشوف هنا الكونتاكتور موصل جوا دائرة معينة، الأطراف اللي ورا هذه هي أطراف الثلاثة فاز، هي الإنبوت مثلا جاي من هنا ثلاثة فاز، وهدول اللي تحت طلعات ثلاثة فاز، فهدول مثلا في الحالة الطبيعية مفصولين عن بعضهم، ما في اتصال. وهنا في عنا الـ A1 و A2 هي أطراف الملف، فلو أجا جهد معين اللي بيشتغل عليه الكويل هذا لأطراف الملف واشتغل، حيخلي الأطراف اللي فوق متصلة مع الأطراف اللي تحت، وكمان حيغير حالة الكونتاكتس هذه اللي هي النورمالي أوبن والنورمالي كلوز اللي أنا باخدها عشان دخلها على دوائر التحكم عندي. مثلا هذه النقطة اللي فوق 21 نورمال كلوز، واللي تحتيها بتكون 22 نورمال كلوز، فهذول النقطتين مع بعضهم بكون نورمال كلوز، ولما يتغير حالة كونتاكتور بصيروا اوبن. نشوف فالجيت كيف فينا نجيب معادلة لفانكشن معينة أنا بدي أنفذها واستخدم وأعملها باستخدام الريليز والكونتاكتورز. على فرض أنه أنا عندي كونتاكتور بتحكم في تشغيل وفصل موتور معين مضخة، هذا الريلي او الكونتاكتور انا بدي اشغله واطفيه باستخدام تو بوش بوتون، واحد بدي اعمل له سيت والثاني بدي اعمل له ريسيت. يعني الاول بدي اضغط عليه ضغطه واحده يعمل سيت ويضله، بعديها لو انا رفعت ايدي يضله الكونتاكتور شغال وتضل هالماكينه او المضخه شغاله، والثاني بدي افصل هذه الماكينه بضغط عليه اللي هو بيعمل ريسيت لهذه الماكينه ضغطه واحده، بعدين برفع ايدي بصير الماكينه معمول لها ريسيت وبفصل الكونتاكتور. نيجي نستخدم التروث تيبل لهذه العملية. عندي الانبوت الست زر الست، وعندي كمان زر الست،
وعندي كمان الكونتاكت تبعت الكونتاكتور، هذول هم الانبوتس اللي عندي. تمام، نيجي نوزع زي التروث تيبل، هو الاحتمالات اللي موجودة عندي 0101001 وبعدين 0011 وزي هيك، بعدين 40 بعدين 41، صار عندي الاحتمالات كلها الثمانية لهدول الاس والار والسي تبعت الكونتاكتور. هلقيت بدي اشوف الكويل تبع الكونتاكتور متى بده يشتغل ومتى بده يكون فاصل. لو كانت الست بزيرو واذا الست بزيرو والكونتاكت تبعت الكونتاكتور بزيرو، يبقى الكونتاكتور حيكون زيرو، حيكون فاصل. طيب لو كانت الست بزيرو واذا الست بزيرو بس الكونتاكت تبعت الكونتاكتور ماخذ 1، والكونتاكتور يبقى ايش بده يكون؟ ما دام الكونتاكت شغاله تبعت الكونتاكتور ماخذ 1، يبقى الكونتاكتور بده يكون 1 شغال. طيب لو الست ماخذ 0 والريست ماخذ ب 1، يبقى الكونتاكت والكونتاكتور حيكون الكونتاكتور حيكون بزيرو، طبعا الكونتاكت حتكون بزيرو لكن هي انبوت. طيب لو كان الست بزيرو وذا ست ب 1 والكونتاكت ماخذ 1، حتى لو الكونتاكت ماخذ ب 1 وانا ضغط على ريست بده يكون الكويل بزيرو. طيب لو الست انا ضغط على الست واذا الست مش ضغط عليها والكونتاكت تبعت الكونتاكتور ماخذ 0، يبقى الكونتاكتور حيصير 1 الكويل تبعه. طيب لو انا ضغط على الست وضغط على والكويل تبعت الكونتاكتور ماخذ 1، برضه الكونتاكتور حيكون ب 1. طيب هلقيت نشوف الحاله هذه، لو انا ضاغط على الست واذا الست في نفس اللحظه والكويل الكونتاكت تبعته ماخذ 0، ايش بده يكون الحالة تبعت الكويل؟ هذه ممكن انا اعتبرها 0 او 1 حسب انا ايش بدي، ممكن اعتبرها انا في التصميم بدي اياها ب 0، بدي اياها ب 1 اللي بدي اياه. وفي الحالة الثانية لما تكون هي ضغط على الاثنين والكونتاكت ماخذ ب 1، فبرضه هذه الحالة انا بعتبرها اللي بدي اياها، ممكن اخذها ب 0 ممكن اخذها ب 1. بعد ما عملنا التروث تيبل بنيجي هذه المعادلة بنقدر نكتبها مباشرة من التروث تيبل، يعني السي تبعت الكونتاكتور تساوي الكويل تبع الكونتاكتور ايش بده يساوي؟ نشوف وين في واحد، حيكون واحد يعني لما يكون الكويل ب 1 حتصير السي تساوي الكونتاكت تبعت الكويل، اور لما متى بده يكون 1؟ لما انا ضاغط 6 فباخذ 1. طب متى كمان بده يكون ماخذ 1؟ اور لما انا اكون ضاغط الست وضاغط الكويل تبعه الكونتاكت تبعت الكويل ب 1 برضه بكون ايش ماخذ 1. وفي الحالتين هدول انا بعتبرهم اللي بدي، اعتبرتهم 0 بهملهم، اعتبرتهم 1 بدخل انه الست وذا ست بتكون اور مع اللي قبل، او بروح للكارنوف ماب عشان انا اختصر هذه المعادلات. فالكارنوف ماب عندي حيكون فوق هنا اذا ست، اذا ست والكونتاكت حياخدوا يا اول خانه 0 0، الاثنين هذه وهذه 0 0، وبعديها 0 1 0 1 0 0 1 1، والاس اللي هي زد ست حتكون هنا يا حتاخد 0 يا 1. وباجي بعمل الحالات، اول اربع حالات اللي هي لما تكون الست ب 0، لما تكون الست ب 0 ولما يكون هدول بحط الحالات تبعتهم هم 0 0 0 1. وبنيجي هنا لما تكون الست ب 0 اول مربع هنا، لما تكون الست ب 0 والست والكونتاكت ب 0 0 الكويل حيكون ب 1 ب 0 عفوا، زي هيك. تاني حاله حتكون ب 1، ثالث حالة 0، رابع حالة 0. نيجي للسطر الثاني، الست صارت ب 1، الست هنا صارت ب 1، ويبقى ايش الترتيب؟ 1 1 اكس اكس اللي هم انا معتبرهم اللي بدي اياه، هنا بدي اجمعهم مع ال 1، فبنيجي للكارنوف ماب هذول كلهم خط واحد واللي فوق هذول التنتين مع بعض، فبتصير عندي المعادلة تبعت الكويل تساوي الست كل الست، لما الست تكون ب 1 اي منطقه الست بتكون فيها ب 1 لازم الكويل يشتغل، او ايش انه الكونتاكت تبعت الكويل واذا الست تكون ب 0، الكونتاكت تكون ب 1 واذا الست تكون ب 0، يبقى هذه هي المعادله تبعت الكويل تبع الكونتاكتور. او نيجي ناخذها بالوحايد او ناخذها بالاصفار بتطلع برضو عندي هذه المعادله. نيجي نشوف كيف هذه المعادلات ممكن ارسمها باستخدام الكونتاكتورز والبوش بوتونز. هنا نيجي ماخذ مصدر 24، قلنا هذه المعادلة في عنا في عنا معادلتين. المعادلة الأولى بقول لي إنه الكويل بده يساوي الأس، هاي الكويل تحت، هذا هو الكويل، هذا هو نتيجة المعادلة. إيش بده يساوي؟ بده يساوي الست، يبقى أنا بدي أجيب خط من الست مباشرة من 24 مباشرة رايح على الكويل، أو يبقى بالتوازي معه.
لما الاور هذه او البلس بالتوازي معه بده يجي خط الكونتاكت، بدها تكون زي ما هي الكونتاكت تبعت الكويل اوبن، والار زر الريست ماخذ كلوز يعني ماخذ داش يعني الكلوز هذه، فبصير هدول الاثنين اند مع بعض، الكونتاكت والريست اند مع بعض، والتنتين اور مع الست وبيساوي الكويل. يعني حيشتغل الكويل متى؟ لما انا اجي مباشرة هنا اضغط على زر الست حيمر التيار من ال 24 حيجي للكويل حيشتغل، او الكونتاكت تشتغل وزر الريست ما يشتغلش. طيب نشوف هذه كيف تشتغل هذه الدائرة. انا جيت ضغطت على زر الست شغلت الكويل، قبل لما يشتغل الكويل في لحظة تشغيله الكونتاكت هذه صارت بوان، يعني هذه قفلت. فلو انا رفعت ايدي حيضل في مسار تاني جاي التيار من ال 24 لحد الكويل، وتنفذ الطرف الثاني من المعادلة. الطرف الأول نفذته لما أنا ضغطت على الست، الجزء الأول لما أنا ضغطت عليها، والجزء الثاني تنفذ لما أنا الكويل صار بوان فاشتغلت الكونتاكت تبعته والريست ضايلة بزيرو. أو نشوفها بالشكل الثاني وهو الأشهر لهذه الدائرة اللي هي دائرة الست ريست، إنه بقول لي الآر ماخذ كلوز يعني داش عليها تمام، وهي اند مع مين؟ مع الكونتاكت والست، الكونتاكت والست اور مع بعضهم وهم اند مع الست، فبنيجي بنحط الست في الطريق وماخده داش يعني نورمال كلوز، بعديها اند مع مين؟ مع الست والكونتاكت تبعت الكويل، والاثنين بيساوي الكويل. فنيجي نشوف ايش اللي بيصير لما يجي التيار من ال 24 مش حيلاقي له مسار هالجيت، ضغطت على زر الست شغلت الكويل اشتغل، صار في مسار جاي للتيار للكويل، اشتغل الكويل الكونتاكت تبعت الكويل لقطت، رفعت ايدي من عنا الست هذه بضل التيار ماشي من ال 24 الكونتاكت لسه شغاله ومشغل الكويل. متى بدها تفصل هذه الكونتاكت؟ لما انا اجي اضغط على زر الريست هنا هتفصل وحيفصل التيار عن الكويل، رجعت ايدي رجعت نورمال كلوز ما في اي مسار للتيار. هذه دائره مشهوره كتير وبتستخدم بشكل كبير في الكلاسيك كنترول، هي دائرة الست ريست. لكن الدائرة اللي على الشمال هي الأشهر والأكثر استخداما، وهذا لسبب إنه إحنا في التروث تيبل في الدائرة اللي على الشمال اعتبرنا آخر حالتين لما يكون الست وريست بوان اعتبرنا إنه الكويل بكون بزيرو، أما في الدائرة اللي على اليمين اعتبرنا إنه لو كان الست وريست بوان فالكويل بكون بوان. ايش ممكن تفيدني؟ لقيت احنا معتبرين الست هنا ممكن تكون بوش بوتون، ممكن تكون ليميت سويتش، ممكن تكون سنسور معين، ففرض على فرض انه هذا السنسور لقط وعلق مثلا هذا السنسور او صارت فيه مشكله معينه وانا بدي اوقف هذه الدائره، فلو في الدائره اللي على الشمال ممكن اوقفها مباشره انه انا اضغط على زر الريست حتوقف عندي الدائره كلها وحيرجعوا لحالتهم، او ممكن اضل ضاغط عليه، او كان في زر امرجنسي هنا بيفصل عن الدائره كلها وما بيضله الكويل شغال، فهذا بيعمل حمايه عندي للدائره وحمايه للمستخدمين. لكن في الدائره اللي على اليمين لو انا ضغطت على زر الريست والست في نفس الوقت حيضل الكويل شغال، فلو كان في عندي سنسور معلق هنا وانا قاعد بدي احاول اطفي الماكينه هذه وبضغط على زر الريست لا مش حتفصل، حتضلها شغاله عندي، لاني قلت له لو كان الست والست بوان اعتبر لي الماكينه شغاله، اعتبر لي السي بوان، فنتيجه هذه المعادله حتضلها سي بوان، وهذه الدائره مش جيده من ناحيه حمايه، فالدائره اللي على اليسار هنا هي الاكثر شهره. هذه هي الدائره بشكل عملي اكثر، يعني هنا هنا دائره الباور اللي هو عندنا موتور 3 فاز مثلا مشبوك عليه الكونتاكتور في الطريق، وفي كمان عندنا شغلة اسمها الاوفرلود. الاوفرلود هذا ديفايس بيشبه الكونتاكتور بيعطيني اشعار او بكون في له نقاط نورمال اوبن ونورمال كلوز، بيغير حالة النقاط هذه لما يزيد التيار عن التيار اللي انا معايره عليه، يعني لو انا معايره على تيار 15 امبير 16 امبير وتغير هذا التيار زاد النقاط تبعت النورمال اوبن تبعته او النورمال كلوز حتتغير وحتصير اوبن او حتصير كلوز حسب ايش كانت هي. فعندنا الدائرة هي نفسها، هي الست وهي الكونتاكت تبعت الكويل وهي زر الريست، لكن ضفنا في كمان هذه الدائرة دائرة حماية اللي هي الاوفرلود، فأخذنا نقطة من الاوفرلود تعمل ريست لهذه الدائرة في حالة ارتفاع التيار. يعني أي بروتكشن أنا بدي أخذها في الدائرة هذه بوديها على الاند تبع الدائرة،
يعني هنا ماخذ الريست، ماخذ هنا الاوفرلود، لو عندي كمان زر تاني امرجنسي او غيره ممكن احطه كمان على منطقة الريست او على الان تبعت الدائرة مباشرة قبل ما تصل للكويل. طيب لو انا عندي بدي اشغل الدائرة هذه مش من زر الاون، هذا مش من زر الست، في عندي سنسور كمان، يعني يا بدي اشغلها بايدي يا بدي اضغط عليها ست من البوش بوتون، او سنسور معين مثلا بدي يشغلها، فالسنسور بدي يجي بالتوازي مع زر الاون، فبصير في مسارين، يا انا ضغطت على هذا يا ضغطت على السنسور، او ممكن سنسور ثالث، اي اشي بدي يشغلها بحطه بالتوازي مع هذه المنطقة، مع هذه النقطة، مع نقطة الست، واي اشي بدي يوصل هذه الدائرة بدي احطه مع نقطة الريست بالتوالي مع الدائرة هذه. نشوف هالجيت كيف ممكن نعمل دائرة تبعت الكلاسيك الست ريسيت باستخدام البي ال سي. نيجي نعمل بروجكت جديد نسميه ست ريسيت، اوكي، النوع من نوع دي في بي، التايب اس اي، واخترنا الباث تبعه، بنقول اوكي، عملنا البروجكت جديد. قلنا في عندنا ميزه في الاي اس بي سوفت انه انا ممكن انشئ فانكشن واستدعيها في المين بروجرام، فاحنا بدنا نعمل الدائره تبعتنا تبعت الست ريسيت كفانكشن ونستدعيها كبلوك في المين بروجرام. نيجي اول شيء ننشئ مين بروجرام، فبنقول له مين، اوكي، هنيجي نعرف في المين بروجرام اهم الـ او الانبوتس والاوتبوتس اللي لازميني. ففي عندي مجموعه من الانبوت، اول حاجه في عندي اللي هتعمل سيت الادرس تبعها، الادرس لو انا شغال في البي ال سي في المعمل هختار ادرس من نوع اكس كانبوت، وحكون فعلا جاي حيكون فعلا جاي للبي ال سي اشاره من الانبوت، لكن احنا في السيميوليشن بلزمنا نقطه نحاكي فيها الانبوت ونقدر نغير فيها من البرنامج، فالنقط هذه اللي قلنا عنها هي نقاط الام اللي بوفرها البي ال سي. هنبدا من ام 0، التايب لحاله حيختار بوليان فولز، اوكي. نيجي نشوف النقطه الثانيه اللي هي الريسيت، ريست الادرس تبعها ام 1، التايب بوليان، اوكي. في عندنا كمان نقطة اللي هي الاوت والادرس تبعها ام 2 والتايب اوكي، تمام. انشأنا هيك المتغيرات اللي لازمينها في المين بروجرام، بنروح نعمل الفانكشن اللي هتعمل ست ريست. نيو الفانكشن نسميها ست ريست، فتحنا الفانكشن هذه، بدنا نيجي نعرف المتغيرات اللي بدنا نستخدمهم جوا الفانكشن، فحنيجي نعرف المتغيرات وحيكونوا برضه ست الادرس تبع، قلنا جوا الفانكشن ما بنستخدم الادرس تبعات البي ال سي الاكس والام وهذا، فهي متغير طبيعي اسمه ست جوا الفانكشن. انا في النهايه الفانكشن هذه هحطها في المين بروجرام وهناك هعطي الادرس، هختاره بس من نوع انبوت واقول له اوكي، اوكي تايب بوليان، وهقول له اوكي، وحاجه برضو اختار ريسيت الادرس تبعه ما بيلزمني، التايب بوليان، اوكي var input، بضغط اوكي. وفي عندي كمان الاوت الادرس تبعه ما اله، التايب بوليان var input، اوكي. عرفنا المتغيرات، نيجي هالجيت نرسم الدياجرام اللي لازمنا باستخدام اللادر. قلنا دائرة الست ريسيت في عندي ريسيت اند ست والكونتاكت تبعت الكويل، يبقى بنيجي هاي هذه تبعت الريسيت، بعدها اند معاها الست، واور مع مين؟ والست اور مع الكونتاكت تبعت الكويل. نيجي هلقيت نعمل الكويل اللي هو الاوتبوت هيكون في الاخر، ونيجي نعرف هدول المتغيرات تبعتهم، هذه قلنا اللي هتعمل ريست، وهذه هتعمل ست، وهذه هتكون الاوت، وهذه الاوت. هلقيت في الكلاسيك كنا عشان نعمل النقطة هذه تبعت الاوت تكون بارلل مع الست
كنا نجيب نقطة نورمالي اوبن من الكونتاكتور ونوصلها مع البوش بوتون تبع السير، لكن في البي ال سي ما بيلزمني هذه الشغلات. انا من نقطة داخلية قلت له لو انت الاشارة وصلت للاوت واشتغلت حتشتغل هذه النقطة معاه، ولو فصلت حتفصل هذه النقطة معاه. يبقى انا عن طريق السوفت وير حليت القصة هذه. ولو كان عندي تخيل في دائرة بسيطة زي الست ريست استخدمت كونتاكت مثلا من الكويل، في دوائر بتصل ان انت تجيب عشرات الكونتاكتس او اكثر بكثير عشان تنفذ فانكشن معينة، لكن باستخدام البي ال سي بتنفذها بسوفت وير فقط. هذا الزد الست لو كان نورمالي كلوز اللي مشبوك مع البي ال سي، فتخيل معي لما في الوضع الطبيعي حتكون واصله اشاره للانبوت وشغال، فهذه النقطه حتكون شغاله وبتستنى اشاره انه الست تشتغل وعشان بعديها تشغل الاوت، ولما انا اضغط على زر الريست حتفصل هذه النقطه. طيب لكن في البي ال سي عاده ما بنستخدم نقاط نورمالي اوبن ونقاط نورمالي كلوز، عاده كل النقاط الخارجيه كانبوت بنعتبرها نورمالي اوبن او بتكون جايه كنورمالي اوبن، ما بنستخدم بوش بوتونز نورمالي كلوز. لكن في السنسورز ممكن يكون في نورمالي اوبن نورمالي كلوز، لكن في البوش بوتونز ما بيكون في نورمالي كلوز. من البرنامج داخل انا بقدر اخلي هذه النقطه نورمالي كلوز، كيف؟ باجي بضغط عليها ضغطتين بنلاقي في عنا اختار نوعيه هذه النقطه نورمالي اوبن نورمالي كلوز، وفي عنا كمان شغلتين رايزنج ايدج فولينج ايدج حنتعرف عليهم في المحاضرات الجايه، فانا بديها نورمالي كلوز. فلو هي كانت اوبن في الانبوت هنا حتكون كلوز، حتغير حالتها تبعت الكلوز لما تيجي اشاره للانبوت. لما انا اضغط على البوش بوتون الاوبن في الانبوت حيشتغل الانبوت وحيوصل اشاره، حيجي يغير الحاله اللي موجوده في هذه النقطه حتصير اوبن. نيجي نعمل تشيك لهذه الفانكشن، انا هيك عملت دايره ست ريست، نيجي نعملها تشيك كومبايل تشيك، قال لي زيرو ايرور زيرو وردنج تمام. اروح على المين بروجرام، نيجي نسحب هذه الفانكشن ونحطها هين، حيقول لي بدك تعرفها كسيمبل في البين بروجرام هنا، فبقول له الاسم تبعها ست ريست تمام اوكي. لكن هنا لاحظوا في غلطة غلطتها، انه انا اعتبرت الاوت كانبوت، فهي الاوت لازم تكون كاوتبوت. باجي على المين على الفانكشن، بروح على الاوت بخليها var output اوكي، باجي على المين بروجرام صارت عندي الاوت في المنطقة الاوتبوت. نيجي على الست بنقول له هذه ست تاخذ الايه الام تبعت الست، وهذه تاخذ الريست، وهذه تاخذ الاوت عفوا اوكي بنحذفها رجع الاوت. هيك صارت عندي الفانكشن جاهزة. نيجي على الكومبايل نعمل كومبايل، قال لي تمام فيش ولا خطأ عندي. نجرب نرفع الكود على الدرايف عنا، اول اشي نتأكد ان الدرايف اللي عاملينه شغال open، انا عامل له stop، نعمل له start سكره، بعديها نيجي على tools communication setting نتأكد انه شبك مع الدرايف 1، نعمل داونلود للبي ال سي اوكي. رفع الكود على البي ال سي، نيجي ندخله في الرن مود، نيجي نعمل له ران اوكي، لازم ندخله اول شيء في اللاين مود بعدين نعمل له ران اوكي. نيجي بعديها على زد الست نقول له ست اشتغلت. طيب نرفع ايد عن زد الست ضايل الاوتبوت شغاله، نيجي بعديها على زد الست نعمل اون فصل الاوتبوت عندي، نعملها اوف فما فصلت. طيب نيجي نجرب حاله انه نكون ضغطين على الست وذي ست في نفس اللحظه بتفصل الاوتبوت، هذه الحالة اللي حكينا عنها في الكلاسيك واحنا عملنا نفس دائرة الكلاسيك. طيب نيجي نرفع ايدنا عن الريست اشتغل الاوتبوت، نيجي نرفع عن الست اشتغل الاوتبوت وحيضله شغال لحد ما تيجي اشارة من الريست. هيك عرفنا كيف ممكن ننشئ فانكشن بسيطة زي الست ريست باستخدام البي ال سي، ونستفيد من الامكانيات اللي بوفرها البي ال سي زي النقاط الداخلية، وما نضطر ناخذ نقاط من الكونتاكتور كنورمالي اوبن ونورمالي كلوز. وان شاء الله في المحاضرات الجاية هنتعرف على امكانيات البي ال سي بشكل اكبر. السلام عليكم ورحمة الله.